انا راضي ذمتك، طول عمرك طباخ بريمو 10/10 وكفاءة. انا ما بقولش كده عشان انت جوز بنت اختي. في يا عم صلاح وقعت قلبي؟ دوق وسمعني. تحب تسمع ايه؟ اسمع ايه؟ بقولك دوق. اعوذ بالله، انا طبخت كتير وقليل، عمري ما دقت النوع ده. الهانم بتستقرضني وبتقول ان دي خبيزه. بذمتك دي خبيزه؟ خبزتي ايه؟ ده برسيم بالدمع. حكمت يا شيف، ولما الهانم تطبخ لجوزها على الفطار برسيم يبقى ايه؟ يبقى حمار. تقصد ايه يا متولي؟ مش معقول كده يا عم صلاح، مفيش حد ابدا يقوم من النوم الصبح يفطر طبيخ. انا حر، حد شريكي؟